بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات السادة الوزراء، سيدات السادة كتاب الدولة، في بداية أشغال هذا المجلس الحكومي أود أن أهنئكم سيدات السادة الوزراء وكتاب الدولة الجدد على الثقة المولوية التي حظيتم بها يوم أمس من طرف جلالة الملك نصره الله، راجيا من الله أن يكون التوفيق حليفكم في القطاعات التي تم تعيينكم على رأسها خدمة للوطن والمواطنات والمواطنين. كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر للسيدات والسادة الوزراء السابقين على مجهوداتهم في القطاعات التي أشرفوا عليها وساهموا كل من موقعه في الحصيلة الإيجابية للحكومة خلال النصف الأول من الولاية الانتدابية. وكنتمنى أن هذا التعديل الحكومي يضخ دينامية جديدة في عمل الحكومة في إطار استمرارية في ظل الهندسة الجديدة التي تراعي متطلبات المرحلة القادمة وكتماشى مع الرؤية الحكومية لما تبقى من هذه الولاية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.